ربنا ما بينساش حد يا بنت صباح. ونعم بالله. بس انا يا اخويا لسه سألك من كام يوم قلت لي ما معكش فلوس. وربنا بعت، اعترضي بقى. يوم ما ربك يفرج يفرج بكل الفلوس دي مره واحده كده. يا بنت في حاجه كتير على ربنا، ابنك رزقه واسع وربنا بيراضينا من اجله، هو من اجل الواد الغلبان اللي مرمي جوه ده. طب وعشان خاطر الواد الغلبان اللي مرمي جوه ده الفلوس دي حلال؟ انا والمصحف ما فيا حيل ادفع ثمن فلوس حرام تاني. كفايه قوي لحد كده يا بنت. انت كده ليه يا بنت؟ طب ورحمه ام الفلوس دي حلال، والقرش ده ربنا بعته لنا عشان احنا ماشيين في السليم. خد يا بنت الفلوس دي وانزلي وقع على حالك، وهاتي حاجات ليكي والعطيه وغير الخلاط. بالله عليك يا شيخه ومحاوله اكلي تاني. قوم. حاضر من عينيا.